التعليم يأتي في سياق تنزيل برنامج عملية التعليم العامة رامي إلى تقوية القدرة الذاتية للقدرات النيابة العامة في مجال منهض التعليم وتصديم تلك الجسم الحق الإنساني. كما يعدو أيضا مناسبة لاستعراض أهم المجهودات التي حققها المؤلف في مجال حقوق الإنسان ولا سيما في مجال منهض التعليم، وهي أيضا مناسبة كذلك لندعم فيها القدرات الذاتية وتطوير المهارات ديال قدرات النيابة العامة في مجال منهض التعليم، وكذا إطلاعهم على أهم تجارب المقارنة في المجال. شنو هي التطلعات ديالكم المستقبل؟ التطلعات ديالنا في المستقبل هي يكون عندنا قضاء قادر وفعال من أجل حماية حقوق الحريات، لأن هذا المعطى أصبح هو التزام بمقتضى الدستور على عتق القضاة ولا سيما الفصل 117 منه، الذي نص وأناط بالقضاة مهام حماية حقوق الحريات الأفراد والجماعات. وأعتقد بأن هذا النوع من التكوين لا شك سيساهم في إذكاء هذا التقاضي الحقوقي لدى القضاة حتى يكونوا حماة حقيقيين لحقوق الحريات. شو رأيك اللي معكم في هذا؟ الندوة كتأتي تنظيمها بشراكة مع مؤسسة ديكاف، وهي مؤسسة سويسرية تهتم بالجانب الأمني وتطوير سيادة القانون وكذلك بمجال منهض التعليم. وأعتقد بأن التجربة التي توفر عليها هذه المؤسسة ستغني بلا شك معارف القضاة وكذلك الإطلاع على مختلف تجارب المقارنة في المجال. Nous organisons ce premier atelier de formation avec la présidence du ministère public. C'est une opportunité de renforcer, d'appuyer cette institution importante, cette institution judiciaire importante, notamment dans les efforts, dans ses efforts pour renforcer le cadre de l'état de droit, du respect des droits de l'homme et les pratiques professionnelles des procureurs.